بنجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية في صباح أون. ظاهرة التحرش من الظاهرات أو من الظواهر اللي احنا يعني بتسيء جدا لمجتمعنا وبتسيء لقيمنا المصرية الأصيلة اللي موجودة. وزارة الشباب والرياضة قالت لا، احنا محتاجين نعمل سياسة لمناهضة التحرش بشكل علمي وكمان بشكل جغرافي يمتد على نطاق الجمهورية كلها على مستوى الرسمي في مصر، وده بالتعاون مع حكومة ألمانيا من خلال وكالة التعاون الدولي الألماني جي آي زد. مشروع جديد، مشروع طموح لمواجهة التحرش الجنسي في مصر. هنعرف تفاصيل أكتر عن المشروع، ازاي بيشتغلوا خارج القاهرة، ازاي بيشتغلوا في مواجهة هذا الموضوع وزيادة الوعي به في الشارع المصري. معانا الأستاذ محمد فيصل منسق المشروع من الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، منورنا. وكمان منورانا أماني عبد العال، هي أخصائية نفسية ومدربة ويندو. ايه الويندو ده؟ هنعرف قصته لانه ليه علاقه بموضوع التحرش، حاجه جديده كده هنعرفها. برحب بيكم، صباح الفل، منورنا. صباح الخير. صباح الخير. هبتدي باستاذه اماني. الاول عايزين نعرف ايه الهدف من المشروع. تمام. طيب، هو المشروع ابتدى يمكن من سنه. ابتدت وزارة الشباب والرياضة كانت حابة تناهض فكرة التحرش في مصر. يمكن مش وزارة الشباب والرياضة بس، وزارات كتير واتجاه يمكن قومي، اتجاه الدولة كله. السنة اللي فاتت كان عامل مرأة، ان احنا نحاول نقضي على العنف ضد المرأة. ويمكن من اهم الحاجات اللي منتشرة شوية في مصر، الدراسات بتقول ان في 2013 اخر دراسة اليو ان، ان 96.3% للأسف بيتعرضوا للتحرش في مصر، سواء فتيات وسيدات في اعمار مختلفه. فكنا محتاجين ان احنا نقف ونشوف حلول للظاهره دي. فوزاره الشباب والرياضه اطلقت سياسه ان هم حابين يعملوا مشروع يناهض ده عن طريق تدريب كوادر تعمل ترفع التوعيه عند الشباب والفتيات بقضيه التحرش واسبابها وانواعها، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي نقاومه، وازاي نقدر نساعد البنت لو تعرضت للتحرش، عن طريق حاجة اسمها مجتمعي أرقى بدون تحرش. دي مبادرة اتعملت على مستوى محافظات في مصر. المبادرة دي قريبة يعني قريبة؟ هي اتعملت، ابتدت من السنة اللي فاتت على تقريبا مستوى 7 محافظات، صح؟ 2014 كانت أول مرة خالص فعلا في 2014. ولكن المبادرة بتكلم عليها دي كانت لسه السنة اللي فاتت. هي من 2014 ابتدت. ابتدت مبادرة مجتمعي أرقى بدون تحرش. السنة اللي فاتت ابتدت في خلال في 7 محافظات، ولسه العدد هيزيد يغطي محافظات مصر كلها. أكيد. ده جزء من المشروع. أكيد. الجزء التاني اللي هو الويندو، ان احنا بندرب كوادر بقى بنات تانية، نطلع بيهم مدربات ويندو يدربوا البنت ازاي تقدر تدافع عن نفسها لو اتحطت في موقف خطر. برضو بنات دول 36 بنت. هنيجي عند قصه ويندو دي، فيها تفاصيل كتيره حلوه. ازاي الاسم كمان مختلف؟ انا عايزه افهم يعني الموضوع ايه بقى الويندو، وازاي البنت تواجه اي تحرش. هنيجي للكلام في الموضوع. تمام. ده لكن نروح للاستاذ محمد فيصل. وزي ما ذكرت استاذه اماني ان هو الارقام، بلغه الارقام والاحصائيات، مصر من اكثر الدول يعني في العالم بتشهد معدلات للتحرش. تقرير اليو ان من كام سنه كان 96%، لكن السنين اللي فاتت شفنا حاله كده من حالات الاهتمام المجتمعي بظاهره التحرش. يعني جمعيات كتيره جدا ضد التحرش، شغل كتير بيحصل، الوعي بدا يزيد. عايزين نتكلم تحديدا هنا ايه الجديد، ايه المختلف اللي بتقدموه، وفكره التعاون كمان مع وكاله التعاون الدولي الالماني بتوفر لكم ايه او بتقدم لكم ايه؟ تمام. احنا ممكن بس نرجع لورا 4 سنين. 2014 كانت وزاره الشباب بدات تشتغل على قضيه التحرش من خلال حمله اسمها مجتمع ارقى. مجتمع ارقى كانت بتتكلم على 4 محاور. دايما احنا عاوزين نبص للمجتمع ايه الرقي اللي ممكن موجود في المجتمع لو شلنا منه شويه حاجات مش كويسه. فكان عندنا 4 حاجات عاوزين نشيلهم، وحاجه مثلا عاوزين نعززها. كنا عاوزين نشيل التحرش، فقلنا مجتمع ارقى بدون تحرش، مجتمع ارقى بدون اميه، مجتمع ارقى بدون قمامه، مجتمع ارقى بدون سلوكيات غير مقبوله. فدي ال4 مكونات بتاعت حمله مجتمع ارقى اللي كنا بداناها في 2014. الاهم مكون فيها كان مجتمع ارقى بدون تحرش. بدانا في 2014 نعمل مجموعه من الانشطه بننفذها في مراكز الشباب ومع مجموعه من الشباب، ان احنا ازاي نعلي الوعي عندهم بظاهره التحرش، وازاي نقدر نشجع البنت انها تقدر تدافع عن نفسها. اشتغلنا سنه في مجتمع ارقى بدون تحرش، وفي 2015 حصل تعاون بيننا وبين الوكاله الالمانيه. كان هو اول تعاون مبدئي، ان هم لما شافوا احنا كوزاره شباب ورياضه مهتمه بالقضيه، وهم نفسهم عندهم كمان نفس الاهتمام، فاتعرض التعاون ان احنا نشتغل مع بعض على القضيه دي.
اللي اتولدت منها المشروع اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو شباب ضد التحرش. هو ده المشروع الكبير الامبريلا اللي احنا شغالين عليها بيننا وبين الوكاله على مستوى الجمهوريه بيننا وبين وكالات التعاون الالماني. المشروع ورقيا يعني واداريا كان موجود بقاله سنتين، بدانا التنفيذ بالفعل من سنه وشويه بعد ما اخذنا الموافقات الرسميه طبعا، فبدانا نشتغل مع الوكاله على ازاي ان احنا نقدر ننهي التحرش. قلنا لهم اوكي احنا عندنا بيز اشتغلنا عليه قبل كده اللي هي حمله مجتمع ارقى بدون تحرش، وعملنا فيها مجموعه من المدربين عشان نقدر ننتشر على جميع محافظات الجمهوريه ان احنا نقدر ننشر الوعي ده. فالجديد ان احنا بقى السنه دي شباب ضد التحرش زودنا كومبوننت مدربي اللي هو الويندو والسياسه اللي هي العروس او الفرح بتاع السنه دي اللي انا شخصيا مبسوط جدا ان احنا قدرنا نصدرها السنه دي. فقدرنا ننفذ في خلال السنه دي 7 معسكرات لاعداد كوادر شبابيه من خلال مشروع شباب ضد التحرش، نفذناه في القاهره وفي الجيزه وفي القليوبيه وفي الاسماعيليه والاهليه واسكندريه وسوهاج، وان شاء الله مكملين في ال 20 محافظه الباقيه. الهدف من اعداد الكوادر في مجتمع ارقى ان احنا كل محافظه يبقى فيها مجموعه من الولاد والبنات شباب وشابات يعني ان هم يبقى عندهم وعي بقضيه التحرش، ازاي يقدروا يوعوا المجتمع، ازاي يقدروا يعرفوا الناس ان الظاهره دي حاجه مش كويسه، ان التحرش جريمه. صحيح. وده اللي لازم ناكد عليه. طيب. التحرش جريمه. صحيح. وانت يمكن ذكرت قبل الهوا ان احنا حتى الحكومه ما كانتش بتقول ان في تحرش، احنا كان اسمه تعرض، ولكن خلونا نشوف تقرير عن هذه الظاهره ونرجع لحد. البنات هم اللي بيعلموا بعض ازاي يدافعوا على نفسهم، ازاي ان هم ظاهره التحرش آفة المجتمعات العربيه في الاونه الاخيره التي اصبحت تشكل خرقا لحق الفرد في الامن والامان. لذا اطلقت وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وكاله التعاون الدولي الالماني سياسه داخليه لمناهضه التحرش ضمن مشروع شباب ضد التحرش. ودي اول سياسه تحصل في الحكومه المصريه كلها، واحنا بنتمنى ان كل الوزارات ان شاء الله تحظوا زينا، يعني ان كل الوزاره احنا هنعمل فيها مجموعه من الشباب، عاملين صندوق يتحط فيه كل الشكاوي، اي حد يحصل له اي حاله تحرش سواء بالنظر او باليد او اي حاله يحط في الصندوق الشكوى بتاعته، وعاملين لجنه من الشؤون القانونيه ومن اداره البرلمان هيحققوا في الشكوى. هم عندهم وحده العنف ضد المراه بتحقق في الموضوع، وده بيبقى في سريه تامه. سياسة المشروع تستهدف توفير بيئة عمل خالية من كافة أشكال التحرش ومساحات آمنة للشباب وتفعيل دور القيادات الشبابية في نشر ثقافة التصدي للتحرش والتوعية به. من أهم النقاط التي يجب أن نعمل عليها هو أن نمحي فكرة عدم تطبيق عقوبة على المتحرش أو أن التحرش لا يحتسب جريمة، فهذا غير مقبول إطلاقا، وهذا واضح في استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ونحن نريد أن تمتد هذه الأفكار إلى المجتمع المصري بأكمله، وذلك سيتحقق من خلال إعداد كوادر شبابية قادرة على التأثير في المستقبل. إحنا عم ننشئ هلا كادر من مدربين ومدربات اللي يفهموا السياسة كويس 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 ويقدروا يشرحوا لكل الناس في منشآت وزارة الشباب والرياضة سواء كبير أو صغير شو معنى السياسة هاي، شو معنى تحرش جنسي وليش هو خطأ، وشو الثمن الكبير اللي بيدفعه المجتمع. فهذا هم يعني هذا بالدرجة الأولى حنقوم فيه اللي هو تطبيق السياسة في عدد من المنشآت بتاعت وزارة الشباب والرياضة. معاناة لا تتوقف تواجه النساء بشكل يومي خلال تعاملاتها في الأماكن العامة والخاصة، مما يمثل على عاتقها عبئا كبيرا، فهي في أمس الحاجة إلى القضاء على هذه الظاهرة. ندى هشام، أون لايف. وزارة الشباب والرياضة بتقوم بدور مهم جدا في هذه الظاهرة، ولكن عايزين نسأل حضرتك على فكرة أنه أبرز الحالات اللي ممكن تكون لمستها شخصيا حتى في ظاهرة التحرش وممكن تسبب أزمة كبيرة في المجتمع. هو المشكلة الكبيرة في ظاهرة التحرش هما مشكلتين. المشكلة الأولانية إن إزاي البنت نفسها أو الناجية، إحنا بنستخدم لفظ ناجية مش بنستخدم لفظ معتاد عليها أو ضحية، لا هي ناجية لأنها نجت من حاجة زي كده، إنها إنسانة قوية وتقدر تواجه ده. إن هي بقى عندها الشجاعة إنها تقدر تقول أنا عايز آخد حقي. ده مهم جدا، يعني لو اي حاله تحرش حصلت والناجيه اللي حصلت الحاله دي قالت لا انا هاخد حقي ومتمسكه بحقها، حقها هيجي لها. لكن احنا في اماكن كتير جدا بنلاقي بعض الثقافات بتقول عيب ما يصحش، مش هينفع يا بنتي هتفضحينا، حد هيعرف، هتضيع الناس اللي حواليها، هتضيع مستقبله. ما هو عمل جريمه لازم يتحاسب عليها، يعني لو واحد سرق دلوقتي مش القانون مش هيحاسبه، لو واحد قتل، لو واحد عمل اي حاجه القانون لازم يحاسبه.
فدي حاجة، إن لازم الناجية البنت اللي تعرضت للحادي لازم تدافع عن حقها وتمشي ورا حقها عشان تجيبه. الحاجة التانية اللي هو الشخص اللي بيعمل كده، الشخص اللي بيعمل كده ده هو أولا مفيش مبرر للتحرش نهائي، ما حدش يقول ثقافة، ما حدش يقول آسف، يعني ما حدش يقول لبس بنت، ما حدش يقول تصرفات معينة، ما فيش أي مبرر نهائي لحد يخلي حد يتحرش، لأنها جريمة، ما فيش مبرر لأي جريمة. فالأشخاص دول أو اللي هم الجناة دول لازم المجتمع كله يتكاتف مع بعضه، حكومة، منظمات مجتمع مدني، جمعيات أهلية، منظمات دولية، إعلام، كل ده لازم يتكاتف عشان يعمل زيادة في الوعي ان التحرش ده جريمة وان ده مش مقبول في المجتمع بتاعنا. فاحنا الحاجتين دول لو قدرنا نعملهم، ان النجاة دي تقدر انها تتحمل الشجاعة انها تقول لا انا عاوز اخد حقي وتمشي وراه، حقها يتجاب والجاني ده هيتحاكم. بس بدأت هيتحاسب شوية، يعني الفترة اللي فاتت الست او البنت اللي بتتعرض للتحرش بدأ يبقى عندها الوعي ده، يعني بتروح تحرر محضر، وبقتش تروح البيت بس كده يعني تشتكي لوالدها والدتها ويقول لها خلاص بلاش فضايح، لا يعني شفنا حالات كتيره جدا. صح، زمان في قصه نجاح اخيره رانيا فهمي اللي من هنا يعني. لو واحده اتعرضت ازاي المراه دي قويه وقادره انها تروح تحرر محضر في الاسم وان الراجل ده جاني، ده حقها. بدا ده يحصل كتير، بدا فعلا الست والمراه المصريه لما تتعرض لمثل هذا التحرش بانواعه كتيره، يعني مش بس تحرش جسدي، لا حتى بالنظره وبالكلمه والمعاكسه، دي لون الوان التحرش. في قصص كتيره شفتيها لست او امراه قادره انها تواجه الجاني او المتحرش؟ اكيد طبعا. هو خلينا نتكلم عن اخر حاجه حصلت. بنت عندها 23 سنه من هنا اسمها رانيا فهمي، دي قدرت تاخد حكم بثلاث سنين لمتحرش. الكلام ده كان في اغسطس اللي فات، حصل لها حاله تحرش، مش تحرش كمان، هتك عرض، لان هو لمسها وكان في كاميرا صورت المشهد كله وكده، وودته الاسم وصممت ورفعت قضيه وخدت حقها وخدت حكم ثلاث سنين. في حاجات كمان كتير يا شباب جدا، يعني دي اخر حاجه، دي من اسبوع، يعني من فتره قريبه جدا، وخدت وفقنا، يعني نقول في الصعيد الحاجات دي صعبه هناك بجد، مش زي برضو القاهره ومش زي مدن الوجه البحري عموما يعني. طب يعني السؤال اللي يعني بيطرح نفسه، فكره ان البنت عندها ثقافه انه انا مش عايزه اخد حقي او عايزه اخد حقي، هل ده نتيجه ان القانون بس ولا هي فكر مجتمعي دلوقتي احنا ماشيين عليه؟ ثقافه مجتمع ان هو انت تتفتح. لكن اللي احنا عاوزين نزرعه في البنت دلوقتي، اذا كان الدستور المصري بيلزم الدولة انها تحمي المرأة ضد كل اشكال العنف، والقانون بيقول ان المتحرش في اي حالة من الحالات بيتعاقب، فانت الدولة موفرة لك الغطاء الدستوري والقانوني، اللي عليك بس ان انت تقولي هاخد حقك. في نفس الوقت بقى الاسرة، يعني احنا عاوزين الاسرة تشجع البنات، يعني لو جات لهم بنتهم قالت لهم انا تعرضت لحاجة النهاردة ما يقولهاش اسكتي ما تتكلميش، لا ياخدوها من ايدها يلا بينا نروح نحرر محضر. ده هيخلي اي حد تاني هيفكر الف مرة قبل ما يعمل حاجه زي كده. فالاسره لها دور مهم جدا انها تشجع بنتها على الحاجه دي. طيب احنا كمان قانونا العقوبه 5 سنين سجن و50 الف، يعني وصل لكده 50 الف عقوبه لو ليه سلطه على البنت اسريه او وظيفيه بتوصل فعلا ل5 سنين سجن. نروح بس الفاصل سريع ونرجع نتكلم بقى على الشغل، ازاي نغير مفاهيم المجتمع والشغل كمان في الاماكن المحافظه زي الصعيد وقنا زي ما قلت لنا اماني، اكيد محتاجه شغل على الوعي اكتر شويه من محافظات اخرى ممكن يبقى عندها تقدم شويه في الوعي الخاص بحقوق المراه ومواجهه التحرش. نروح لفاصل سريع نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا، خليكم معانا في صباح ون. لسه معاكم مشاهدينا، واول سياسه لمناهضه التحرش الجنسي في مصر بتطلقها وزاره الشباب والرياضه، مكملين مع ضيوفنا. واروح لاستاذه اماني، واحنا بنعرفك كده في بدايه الحوار اخصائيه نفسيه ومدربه ويندو. طيب ايه بقى قصه الويندو دي؟ لان دي اداه او وسيله بتخلي المراه تدافع عن نفسها وتواجه اي تحرش ممكن تتعرض ليه في الشارع، فحابين نعرف تفاصيل عن الويندو. تمام. طيب هو الويندو اساليب دفاع عن النفس للفتيات مختلطه، بمعنى ان هي 50% منها تكنيكات بدنيه تخرج البنت من موقف خطر، لو حد شدها، لو حد حاول يخطفها او حاجه، تقدر تستخدم تكنيكات بدنيه بس سهله وبسيطه مش معقده. مش زي الرياضات التانية التايكوندو والكاراتيه ممكن تحتاج وقت طويل عشان البنت تتعلمها. لا، الويندو ممكن البنت تتعلمه البيزك بتاعه خالص 10 ساعات. في خلال 10 ساعات ممكن تقدر تستخدم تكنيكس
تطلع بيها من موقف خطر. الجزء الثاني فيه وده اللي بيخليه مختلف، حركات معينه تعرض او مد ايده او اخترق المسافه بينه وبينها تتعامل ازاي. طب انا عايز اعرف يعني بنعمل ايه بالظبط، حتى يعني قننا لها في دقيقه العشر ساعات دول، قولي لي مثلا يعني هي إيه التكنيكات إيه؟ التكنيكات البدنيه بتستهدف الاماكن الضعيفه في الجسم. صحيح، يعني كل انسان فينا فيه اماكن ضعيفه في جسمه مختلفه طبعا تحت بالظبط، فكل مكان ليه طريقه معينه بتكنيك معين ضربه تخرجها من موقف الخطر. يعني لو حد مثلا جه حاول يعني في منطقه الوش مثلا يعني في ضربه مثلا للمناخير بطريقه معينه للبلان لاماكن معينه، بس كلها بتكنيكات. أوكي. بس التكنيكس بسيطه مش معقده، يعني تقدر اي بنت وبتجيب الهدف بشكل سريع بالظبط، بس بتعمل اكتر من تكنيك، يعني مش بتعمل حاجه واحده، تعمل اكتر من حاجه. والويندو فيه ميزه ان احنا بنعمل محاكاه للواقع، بمعنى ان الحاجات اللي البنت بتمر بيها في شكل يومي يعني مثلا لو حد تعرضها في الشارع، لو هي في باص مثلا وحد عاكسها قاعده في ميكروباص وحد بيضايقها، تخرج من الموقف ازاي. بنمثل المواقف، بنعمل نوع من السايكو دراما والرول بلاينج علشان تشوف تتصرف في الموقف ازاي. الجزء الثاني من الويندو بيكون تدريبات بتقوي بقى البنت نفسيا، بمعنى ان احنا بنزود ثقتها في نفسها، بنزود عندها التركيز والادراك والوعي عشان يكون عندها الادراك للحاجه قبل ما تحصل، يعني ما تبقاش ماشيه مثلا في شارع حاطه الهاند فري وماسكه مليون حاجه في ايديها ومش ما فيش وعي خالص باللي بيحصل، لا احنا بنزود عندها الادراك والتركيز عشان تقدر تحس بالموقف كمان قبل ما يحصل. برضو عندنا حاجه اساسيه قوي بنعلمها البنت، ان هي حق من حقوقها انها تقول لا. يعني ده حق من حقوقك ان انت ترفضي اللي بيحصل، ما تسمحيش لحد ان هو يلمس جسمك، دي حاجه خصوصيتك، حدودك الشخصيه ان انت من حقك تدافع عنها. وفي حاجه ما انا عاوز ادافع على الويندو، اماني ما قالتش حاجات كتير جدا، لان الويندو فيه خصوصيه جدا. اولا هو تدريب من بنات لبنات، صحيح الاولاد ما يعرفوش عن ايه حاجه، يعني احنا بننفذ المشروع، انا ما اقدرش اخش القاعه، يعني ده سر، انا ما اقدرش ادخل القاعه، احنا كده عندنا اسرار، ما اقدرش يعني اتفضل ممنوع تدخل عشان ده لانه له مثلا ميثاق معين، او ولا عشان ما حدش يبقى عارف احنا ممكن، لان هو من بنات لبنات، كل مدربات الويندو بنات فقط. بنات، حتى المكان، يعني هي فكره دايره الامان، حتى احنا بنبتدي دايما للتدريب بدايره كده بنقعد بيحكوا فيها ويشاركوا كل الحاجات اللي حصلت معاهم. لو احنا حابين، انا حابه ان انا اجي لك، اروح فين؟ اجي فين بالظبط؟ تواصلي مع وزاره الشباب والرياضه ونعمل دوره خاصه للاعلاميات. لا مش شرط الاعلاميات، انا بتكلم ك يعني انثى، يعني مش بكلمه كشخص، بتكلم كانثى. حد بيتفرج علينا دلوقتي؟ احنا بنعمل، الوزاره بتعمل تدريبات في الاماكن المختلفه للويندو والحاجات كتير جدا، من خلال الحمله برضو، من خلال السياسه تتطبق الفتره الجايه بصوره كبيره جدا جدا يعني. وعندنا جروب على الفيسبوك ويندو ايجيبت للويندو، بينزل فيه اي تدريبات نتابع ونشوف. ممكن حد اي حد مهتم بيتفرج علينا، ويندو ايجيبت صفحه على الفيسبوك، يعرف تفاصيل اكتر على التكنيكات، ودي تفاصيل نسائيه بس يعني عشان اي راجل هيخش مش عارف اي خالص مقفوله ممنوع. طب حاجه للاستاذ محمد فيصل، ونتكلم على للاسف الشديد في بعض الاحيان كده بقى في حاله تصالح مع التحرش في المجتمع. يعني ايه تصالح؟ يعني بنشوف احداث كتيره في الشارع وتلاقي ناس بتغض الطرف كده، ما بتغمض عينيها، ما بتتدخلش، مع ان الشخص المتحرش ده لازم نشاور عليه. صحيح. وعندنا مفهوم مصري زمان كان شهامه كده، التجريس، الجرسه، صح يتقال ان ده شخص يعني تعدى على البنات الموجودين في المكان ده او غيره يعني. تمام. بتشوف الحالة دي ازاي، وازاي نقاومها، نخلي ان اللي بيتفرج او اللي بيشوف حالة قدامه من التحرش لازم يبقى ايجابي، لازم يتحرك، لازم يمنع التحرش ده او يبلغ على الاقل. دي نوصلها ازاي للناس؟ هو موضوع التصالح ده هو حاجة فعلا حضرتك قلت حاجة مؤسفة جدا، لكن هي بدأت تقل الفترة دي، يعني مش زي الأول الناس كانت بتسكت وما تقولش، تقول ماليش دعوة، أقول لك أنا مالي. الوقت لا، بقى في تدخلات دلوقتي، يعني حادثة إن دي لولا إن حد صور الفيديو ده ما كانتش البنت ما كانش هتعرف تجيب حقها. ففي ناس بدأت تدخل دلوقتي وفعلا بقت تساعد بعض البنات إن هم يقبضوا على المتحرش ده. يعني أنا كان معايا موقف مثلا، كنت في مواصلة ما في البلد في القاهرة، وحصل فعلا في الباص اللي كنت موجود فيه واحد حاول انه يلمس بنت. لقينا ثلاثة أربعة قمنا من الباص، أولا كنا بنحاول نتكلم عشان يفهموا إن ده غلط. فوجئنا إن في بنت جاية من ورانا وفي سكيتو بدأت تضرب فيه.
تضرب فيه تضرب فيه تضربه بجد والله العظيم. وهي مالهاش علاقه اصلا، هي مالهاش علاقه، هي راكبه قدام ما تعرضش لاي حاجه، لكن هي عندها بقى الحماية وناس تانية عندها الحماية، اللي هو بيعمل ده جريمه، ده حاجه غلط. صحيح. جدا جدا جدا. فاللي احنا بنحاول ان نشتغل عليه كوزاره الشباب والرياضه ان احنا نرفع الوعي عند الناس، ان احنا نقول لهم انتوا لو تشوفوا المشكله دي لازم تقاوموها، لازم تساعدونا فيها، مهما كانت الدوله او الحكومه هتعمل اي اجراءات او قوانين، لكن لازم المجتمع والمواطن نفسه يكون فيه يد يساعد بيها الموضوع. حتى التحرش هنا مش بالشكل الجسدي، حتى اللفظي، حتى اللفظ، حتى بالايماءات، المعاكسات اللي احنا بنسمعها دي، المعاكسه دي ده تحرش، ده الايماءة كده وانت ماشي، الغمزه العين دي تعتبر تحرش جنسي ويعاقب عليها قانون. يا استاذ يعني محمد، فكره التحرش للاطفال دي كارثه، ودي برضو عايزين نتكلم فيها. يعني مبادئ سياسه مناضده التحرش، احترام حريه الاشخاص، حق الدفاع عن النفس، المساواه بين الرجل والمراه، تحرش في جرائم بالقانون، ولكن حق ايضا الاطفال. هل في هذه يعني المبادره او هذا الموضوع ممكن تكلموا فيها عن فكره الاطفال؟ لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في القصه. لا، هو اوريدي موجود في السياسه بجزء خاص متعلق بالتحرش بالاطفال، حتى كمان في البرامج التدريبيه اللي احنا بنعملها وحمله مجتمع ارقى بدون تحرج برضه تتعرض لجزء كبير جدا في الاطفال. السياسه نفسها بتتضمن نوع من انواع الشكاوى، ان لو حصل تحرش بطفل ايه اللي يحصل، لان كل حاله عندنا بالنسبه للسياسه ليها فورم معين. صحيح. لان السياسه بتطبق على فئتين، الفئه الاولى اللي هي الموظفين اللي موجودين في ديوان الوزاره والهيئات التابعه ليها، فبيبقى في فورم كده للعاملين بتدخل فيها البيانات، مثلا لو موظفه حد من الموظفين التاني تحرش بها هتعمل ايه، ففي استماره بتعمل بتكتب فيها بياناتها، بياناته لانه كده كده هي عارفاه، وبتكتب تفاصيل الواقعه، في صندوق بتحط فيه البلاغ ده، في لجنه تحقيق، اللجنه دي من 3 اشخاص ولازم تكون فيهم سيده، ده لازم تكون فيهم سيده، طبعا في محقق قانوني، وفي حد من مواصل لاداره البرلمان، وفي حد متخصص دعم نفس. اللي الشكوى دي والبلاغ ده بيتاخد بيتحقق فيه بسريه تامه جدا جدا جدا، محدش يعرف مين الجاني او مين المجني عليه، محدش يعرف اي تفاصيل، ومن حق اللجنه انها تتصل بالناجيه دي وتعرف منها تفاصيل ايه، وبيحصل التحقيق مع الجاني ده، وبيتطبق عليه بقى العقوبات. عندنا نوعين من العقوبات، لو هو موظف بيتطبق عليه العقوبات اللي هي في اللائحه الاداريه واللي احنا كمان بنحاول نشتغل عليها دلوقتي انها تبقى شديده جدا جدا جدا، والنوع الثاني عقوبات بالنسبه لو هو شاب عادي او بيشارك في انشطه، يعني ده شاب جاي مثلا منشاه مركز شباب او مدينه شبابيه او مركز تعليم مدني ياخد دوره تدريبيه واعتدى على حد بفعل من التحرش، نطبق عليه ازاي؟ فاحنا في تدرج في العقاب، في انذار وفي فصل وفي تعنيف وما الى ذلك، وفي نفس الوقت لو هو مثلا تبع اي جهه ثانيه، تبع الجامعه، تبع مديريه شباب الرياضه، اي جهه، احنا بنبعت بالواقعه دي تقرير للمكان اللي جاي منه. صحيح. احنا عندنا كوزاره شباب الرياضه بنعاقبه مثلا ان احنا نجازيه في النشاط، لكن المؤسسه اللي هو جاي منها لازم نبعت لها التقرير ده ان الشخص الفلاني الفلاني قام بجريمه عملت كذا 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 وتتطلب العقاب عليه. شكرا جزيلا على وجودكم معانا، واكيد دور كبير جدا بتقوموا بيه لمواجهه ظاهره منتشره جدا في مصر، زي ما احنا قلنا ان الاحصاءات بتقول 96%. صحيح. فدي نسبه كبيره. نشكركم شكرا جزيلا استاذ محمد فيصل، منسق المشروع من الاداره المركزيه بوزاره الشباب والرياضه، والاستاذه اماني عبد العال، مدربه واخصائيه نفسيه مدربه ويندو. وانا شخصيا هحاول ان انا اجي لك اشوف الموضوع ده على الفيسبوك، ادخل لك من غير ما اي راجل يسمعنا ولا يشوف اي حاجه. تكنيكات بس يعني قولي لي في حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم على فكره الفتيات يعني سن 7 سنوات تقدر البنت تتعلم الويندو. بس نتمنى الوعي ده يزيد، وبرده بنقول للناس في نهايه الفقره اي حد او اي واحده مهتمه بالموضوع صفحه ويندو ايجيبت على الفيسبوك، بنشكركم وان شاء الله رب كده يعني نشوف مجتمع بلا تحرش، يعني ده هدف من اهداف المجتمع الارقى اللي اتكلم عليها محمد فيصل. بنشكركم نورتونا، لسه صباح اون مستمر مع حضراتكم بعد الفاصل. مشروع نساء مصريات رائدات المستقبل.